مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من خارج الملاعب. بعد ضياع ودية منتخب البرازيل وضياع مواجهة منتخب غانا، فما هي الأسباب التي تجعل المنتخب الوطني الجزائري يتفادى المنتخبات المؤهلة للمونديال؟ نتابع. المنتخب الوطني الجزائري يضيع للمرة الثانية مباراتين وديتان، البرازيل ومنتخب غانا، فما هي الأسباب التي تجعل المنتخب الوطني يتفادى المنتخبات المونديالية؟ هو يعني المنتخب الوطني يتفادى المنتخبات هذه العالمية هذه، أول شيء أنه منتخبات عالمية يعني تقدر تخسر معهم نتيجة عريضة، وهذا الشيء هذا يخليك يطيح لك المورال تاع الفريق واللاعبين، وأنت كما يقولوا راك راح تلعب كأس أفريقيا. تما تتفاداهم يعني مام يعني انت كي راح تلعب يعني مع فرق عالميه، يعني احنا كون جينا متاهلين كاس العالم ممكن يعني نزيدوا في المستوى وراح نلاقيوا دي فرق عالميه كيما هذوك في كاس العالم. احنا راح نلعبوا كاس افريقيا، كاس افريقيا يعني احنا لازم كيما يقولوا نديروا لقاءات تحضيريه مع فرق افريقيه وتكون قويه. هي كل حاجه هي بكل صراحه لازم يكون الفريق قوي، لاعب الفريق هذا اللي يطيح معهم لازم يكون قويين باش يعرف النيفو تاعو كيفاش راهو. لاعبين كاين لاعبين جدد يعيط لهم، كاين بالك حبسوا، كاين باراب، كاين جيل جديد، لازم يدير زوج افريقيا دو كلوب ويعرف هو الخطه تاعو كل حال، ولاعبين يعرفهم اللي يقدموا بلوس واللي ما يقدموش بلوس، وضعاف ولا ماشي ضعاف، ولا عنده بلاصتو في الفريق ولا ما يتكلش عليهم، خاطرش كاين دو البي والا هكذا. ان شاء الله احنا نتمنى كل الخير للماضي. شغل خاف ما حبش بالماضي، ما حبش ريسكي ما حبش ريسكي بالماضي. شوف عندي بالماضي عنده كارير، دار تيتخ، ماهوش حب يزيد يدير يزيد يخدم مع هادو جدد، مانيش متبع هاد لي ديغني طون، دونك ما حبش يلعب معاهم. داك راي يولي ليه شخصيا. إيه يتفادى هذا اللي يكون كله كان مدرب عنده حكمة وعنده نظرة بعيدة، لازم كما يقول لك يتمشى بالعقل بهدوء، كيفا دوشمون فا سيرما، لازم في التأني السلامة وفي العجلات الندامة. شوفوا أنه منتخب راهو جديد، إعادة بناء منتخب شاب، ظهور أسماء جديدة، هذا الشيء اللي يخلي أنه جمال بالماضي يختار منتخبات نقولوا نوعا ما صغيرة بارابور. إيه لازم يختار يعني يبدا من الاضعف ويبدا يروح، خاطرش ايماجيني يروح لفريق قوي وتصير له مهزله، ما تجيش، هذه هي ما تجيش. دوك حنا نقولوا بالماضي ماهوش باغي يخسر ليكيب، ماهوش باغي يلعب مع فرق كبار او يطلع في منتخب جديد تاع 2023، ماهوش باغي كشان يطلع في لافريك والاخر، هو حاب يبني لنا شباب جديد كيما بنا في 2019. انا حاب هو بالماضي راه هكاك باش يبني لنا منتخب جديد، وان شاء الله بالماضي تعاود لنا منتخب جديد، طلع لنا ليكيب هادو اللي راك دايرهم كيما 2019 ان شاء الله، ورانا معاك وكيما نقولوا قلبوا رب. عندنا فرق مثل كوت ديفوار، عندنا مصر، عندنا تونس، عندنا يعني كاين خمسه ولا ست فرق افريقيه يعني في المستوى، هادو من يقدر يشوفوا يعني المستوى تاعنا معاهم وفي افريقيا ونلعبوا في الجو تاع افريقيا باش نهيوا الكاس افريقيا هذا، باش نكون ان شاء الله نكونوا في كما يقولوا في مهيئين روحنا وممكن ندو نجمه ثالثه. نحب الصباح، نحب ليكيب ناسيونال تربح خويا، ما نحبهاش تخسر ما نحبهاش تخسر. حنا سيبورتيو، حنا سيبورتيو، لازم يجيبوا 3-0 ما يماركوناش. هذه هي ولا لا؟ نستعرف به بالماضي، عنده الحق على بالو شنو يدير، اني با فاسيل. راح يلعب مع ليكيب ويجي يخسر في كاش بلاد ما يقبلها حتى واحد. نشوفوهم باين هادو راهم كاع مع المنتخب الجزائري، كل ما وقفوش حنا مع المنتخب الجزائري شكون يوقف معاه؟ لازم اليد في اليد يا خو. وحنا بالماضي كيما قلنا لك ونعاودو نزيدو نقولوها لك، عاود طلع لنا الشباب كيما راك طلعت 2019 في الدينا كوب دافريك وقفنا معاك، زيد يا خويا باش ما نطلعو كاس العالم. هذه تاع الخزينه يعني فارغه، هذه انا ماشي دخلت في راسي،
الخزينه ما شاء الله ودلهم هو كاين، وحتى لو كنت تكون خزينه فارغه الدوله تقدر تكفل ودير كي يكون فريق وطني مثل البلد كامل الدوله تدعم. يعني ما انا من هذه الفرضيه انا ما نظنش، انا نظن الفرضيه الثانيه انا قلت لك تفادي يعني الفرق العالميه، وحنا على مستوى نلعبوا على مستوى افريقيا.